اليوم ايضا نرحب باخوتنا من ابو الخصيب، من البصره، من البصره الفيحاء. ملوحه تهنى بالجنوب، اشكرك، نشرف فيكم. اشكرك، الشرف سالم راسك. ابو من؟ ابو ماهر على راسي. حج رعد. ابو ناصر على راسي. الله يسلمك. ابو فهد نتشرف بيكم. تشرف. وبالبصره وكل خطوه بهلا. الله يرحم والديك استاذ ماجد، والنعم منك. الله يحفظك. ونطلب من اهل دياله ان شاء الله ما يقصرون عن محافظاتنا العزيزه بالشمال، بالجنوب، بالشرق، بالغرب. ما مقصرين والله. ان شاء الله. مقصرين ان شاء الله. الله يحفظك. اي والله، كلكم طيبه وكرم. يبارك بيكم. الله يرحم والديك. كل خطوه بهلا. الله يرحم والديك. على راسي. سالم راسي. الله يحفظك. سيد مو سيد قتيبة يسلم عليك. اي على راسي. يخصك بالسلام من متابعينك. اتشرف بي وبيك. وسيد محمد هم من متابعينك. محمد موسى. نعم. يسلمون عليك. يخصك بالسلام. وقصي الخفاجي خير ان شاء الله. عيوني سيد واجد. على راسي. جماعة يقولون خلي عطر، ما ادري من عنده عطر. شيخ حمد عندك عطر؟ لا ما عندي. بس عندنا خير ان شاء الله. مشاهدينا الاحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم هو الخميس، اعطيني مجال. اليوم هو الخميس 12 من شهر اكتوبر تشرين الاول 2023. ايام العمل في هذا السوق، سوق مواشي محافظه دياله، الخميس والاثنين يبدا العمل من الفجر قبل الظهر ينتهي السوق. ومكان السوق اللي يسالوننا عن مكان السوق قرب مديريه مرور دياله. نشرف جميع محافظاتنا العزيزه كلهم عراس، وكذلك جميع اللي تابعنا ويانا الخبير مربي المواشي اخونا ابو حسين الشمري. تحياتي لك. احمد الكاش عراس. عملتها بواحد وربع بيها مجال. ها؟ عملتها حاطه بواحد وربع بيها مجال. خير ان شاء الله. هذه هاي اجدعها ب 900 وبيها مجال، قابزه اقل الشهرين. نعم. ما جايبه قبل. 900 وبيها مجال. هاي غانة 52 معبرة سنين 900 وبيها مجال. 600؟ لا 900. 900 وبيها مجال. خوش هذه زهر. عملتها شني هاي شني؟ وبيها مجال. ذكرية غانة 50. ما شاء الله. تتفاعل 71 ابوها. اي هي بعدها صغيرة. هاي بعد تكبر مو؟ اي بعد هاي تطول غانة. هاي عملتها بواحد وربع وبيها مجال. مواصفات حلوة هاي. اي خط طول هاي. نعم. اظني محططات اثنين هن. اي. هاي حاطه هاي بعدها. اي. مليونين وبيهن مجال. مليونين وبيهن مجال. هاي جايبه بطن وحده. هاي هم بكريه؟ اي. هم عملتها ب 1700 وبيهن مجال. زين. هاي هم نفس العمله. هم 1700. هن وراهن توم بعدهن. ما شاء الله. يلا بلك هم ينباع الكاميرا. على فحل. ايه. دعكيك. جيتك. بس ابو لارا ما شاء الله شلون جاي له هذا؟ حلو مو عجل. يقول حلو هذا هو مو عجل. هو هذا جاي ذبحه. جاي هذا الجرجر ماله. خلي يشوف حسين الكوري. قل له هذا الصخام من اهل بغداد. حسين الكوري طيني يا بالله. هذا الفحل. قل له هذا الزنعوم ماله. هذا الست ابو لارا. وسلعوم. احنا قمنا نشتغل على السلعوم. جرجر. وسلعوم. اي اي لا سلعوم. يلا استاذ ماجد. اي هسه عملوا ترى عملوا الصوره المنيو. حلو والله. اتفقتوا لا هسه جيتك الحين سوى بيع له. اي ابو لارا هذا الجرجر مال شيء والفحل بكري. اي اي وقدام العين بعدين مصفي مصفي اسنانه. بيشيره باقي ابيع رايك. اي بي ها بي ذخيره. بي نعم. اي بيشيره بعده. شقد العمله مالته؟ مليون. مليون العمله وبي مجال. فحل نجدي. هاي شنو مواصفاته ابو لا؟ هذا نجدي. اي اي شنو نبدل؟ نعم بس اخذه. في شنو باع؟ لا تدوروا يعني شو؟ مقاسم امان. شنو حاصل امان؟ هذا عملته سبعه. سبعة شنو؟ 7 ملايين؟ لا 700,000. ها؟ 700 700,000. وانا اخذين طبي 500. 525 صار. 25 صار. بعد؟ وبعد وين صعد النور؟ شوف دخل؟ والله شوف كل خير امانة الله. مثل ما قلت لك 1500.
لا والله هاي 30 دينار وهاي الخاطر ما حج الرجل هذا انباع ان شاء الله انباع ان شاء الله 540 على حج قاسم من بغداد كل التوفيق ان شاء الله للطرفين رحم الله والديك عوني عيني الله يبارك فيكم ها بكريه اكثر شيء من البكري تضريب اي تضريب بس اكثر شيء من البكري زين اي اي هاي علي عشر عشر يد طار هذا طار متر 800 800 العمله مالتها السوم مالتها اي عطة. ابو لارا يعني بالنسبه للصخر ايش قد وتولد خمسة شهور خمسه وخمس ايام تقريبا اي خمسه هي ماشي خمسه اي 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 ها قصي والله ابو احمد خمس ايام مزود دقيقه اي خمسه وخمسه ابد دقيقه مزود فوق الخمس ايام صح والله تكفز بالليل تولد بالليل تكفز الظهر تولد الظهر مالي يقول لك تعبر الخمس اشهر بس اكو شهر 29 اكو شهر 31 العالم عباله تعبر الله خمس اشهر دقيقه مزيون ما تعبر ابد زين احنا الخبير بافغانيه اي صار عليك 6 اشهر هذه تضريب على افغاني مو اي بس هي بس شكل اكثر شيء للافغاني اي ياخذ مواصفات هوايه على هي حلوه حلوه بس شوي اذانها قرنبرينه اي زين هاي عملتها ايش قد منمية عملتها وأيضا عليها أعشار ثلاثة أشهر لا هاي خلا بكرية أي أي بكرية ما شاء الله علوها مو خاطر تفاحها مبين بعد هاي بالكاميرا واصل أي خلا حلوة وعلى كل عيب جرجرة كلها عملتها هاي عملتها مليون 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 ووضعها شار عليها كافز أي شهرين ونص أي شهرين شهرين خير والله عواك فحل مو نفيا لا حشنة شو مغطي على البقية كلها أي شامية حلوة شامية شهرين عشارها اي 500 ثمانية مكان معقوبة من السوامرة يعني اي زرعي على راسي هاي ايش قد عملتها 500 شامية عملتها الف هلا ابو احمد تحيات ابو لارا حياتي لك أمينة الله يحفظك مية تلبيس هاي سمن يد شنو هاي نوعيتها؟ هاي تضريب تضريب تعال والله لا والله ما بين فايدة شامية هاي بوصلة 400 يريدها ب 500 هاي هاي شهرين عشار تضريب على بكري الله دير بالك راح تبلش الدنيا بلارة ها سيطر على الوضع سيطرنا شقد هاي شقد هاي شقد هذه عليها عشارة 3 شهور ايه عملتها 900 العملة مالتها هاي عم تضريب حلوة مودة ايه عشار يب هاي عشار 3 شهور هاي ايه وعملتها 800 ايه اليوم كله على 800 كله خيار كركوك ها يلا مليون ونص هذا حلال حلال بلد روز وماله تخونة رسول رسول طاي على راسي الله يسلم راسك انت مس عراوي اي والنعم كفو منك سلمك. اي اي رسول احكي والله ذن جارين من صغار على ايدي انت رابط ايه انت رباطك خير ان شاء الله عراقيات ادري عراقيات اي خشنات وشقه حلوه شلون عملت هذن الخشنات؟ والله 1.3 مليون و300 زوجين. ايش قد تقريبا تقدر الواحد يطلع لحم صافي؟ والله تقريبا 40 40
عين استاذ رسول. عيوني موفقين ان شاء الله. الله يرضيك استاذ. سلام للروز واهلها. الله يرضيك قلبي. هذا كله سوق الماعز والغنم. طليانك صابة خشنة ما شاء الله عراقية. عملتها الزوج 900 كلها في حلة 900 زوج 900 وبيها مجال ما سيد بكر هاي. ماعز عراقية ماخذينها ب 160 ألف اشتراها 160 ألف. هذه شامي اذان حلوه طولها نعم. حلو اي امانه ياسين وهذا ياسين اللي يبيع اخونا ياسين الزهيري. عملت حق قلت ايش قد؟ نعامل ب 4.5 نعامل ب 450 عملتها جريبه. ما شاء الله طنيان اسمان مالك صابه خشنه كلها صابه وطنيان مخصوصه كلها كلها بحله مو؟ كلها بحله خمسه تن بحله نعم. ايه هاي طليان مال كنعان كنعان مال كنعان سيسبانه؟ سيسبانه على راسي. تسلم راسك خالي ابو عدنان. نشرف بيك وخالك وسلام منا لابو عدنان. يسلمك آل دبي. يسلمك بارك الله فيك استاذ ماجد العزيز. عيني ايش قد عملتها؟ والله نعامل واحد و100 مليون و100 عملت هذه الزوج. طليان خشنه مالك صابه. طليان عراقية هاي مال يا ديرة كنعان البدعة. كنعان البدعة وعملتهم 850 ألف العملة الزوج. عليكم السلام ورحمة الله عيني بهدف. ها؟ لا لا سوادي الشيخ خشالي. انت من الخشالات؟ على راسي الشيخ امين تشرف بيه بالخشالات بالقيسيه كلهم. عين ابو عمار صباح الخير. صباح النور. شلونك؟ عين انت. خليان الوراك لك ان شاء الله؟ ان شاء الله. بيهن فطايم؟ لا. حله؟ حله كلها. شلون عملتهن؟ والله مطلوب 9 ونص. 950 العمله مالتهن ذني. هذا طلي جلولاء. فحال 650 وبي مجال. نهايته ايش قد؟ 350 يقول نهايته. يا استاذ ماجد شلونك؟ الله يسلمك. شلون الصحه؟ الله يحفظك. شنو عملتك؟ والله العامل 4.5. شنو هي هاي؟ ورجينه. ورجينه؟ اي والله. 400 زمينه لحم. نعم. هلا استاذ ماجد شلون الشيخ؟ شوك عيني احوالك الله يحفظك. تاج راسي خليك عندي. يسلم حصل. يسلم راسك. اي استاذ ماجد ابو اي ابو نمر عيني. اي استاذ قول لي معلوماتك الدينيه شلونها؟ والله بالدينيه هي دوك عارفين والله ما درس دين. لا يعني مو فول؟ لا لا والله مو فول. لا خير ان شاء الله. ايوه هذني عملتهن مليون و100 زوجهن راجين عشاء. نعم. دي وصلن 8.5 850 مصلات غنم جني. اي يا رب غنم جني ذني عشار عشار عليها نايم. هذا الشمعان هلا هلا بس زوجهن ذني مليون ونص.
شلونك؟ هسه بالك والله حكيت معك. هذا فحل خشن. هذا لابو علاوي، ابو علاوي بيش تعامل عيني؟ واحد ونص والله. مليون ونص، هاي مال يا مكان؟ قام بني سعد. قام بني سعد. وذن اللي نعاجل وياه؟ واحد ونص. اثنين مليون ونص؟ ايه. مليون ونص زوجين. واحد ونص. وين راح نبي نسعد دور عليه؟ نسعد دور عليه؟ وين راح ما نقار؟ كل حلال. ابو محمد؟ انا عمي. هذني ما شاء الله انت عمرات؟ ايه. ها؟ ايه باشرنا بيها بعد. قد هاي رباطين رباطتين؟ تقريبا شهرين ونص. قوم حسين عجر عادل. العدد 14. العامل 8 ونص. سمين قاعد هسه هذا. ايه. طوله 6 ونص 7. سمين والله سمين. 650 دين طول. ايش قد الاوزان مالته الوحده؟ هذا خبط يطلع تقريبا 120. ها خابط خابط. اعرف قائم وزن قائم. من خان بني سعد. ايش جايب لنا حسن؟ والله جايب لكم فحل على كل عيب. فحل على كل عيب، على كل شروط الجنين. طيب حسن. ايه. زين شلون عملت هذا فحل مالتك؟ والله هذا نعامل عنده 8 ونص. 850. هذا ايش قد عمره يا حلال يعني؟ والله هذا حلالي. حلالي. لا لا لا. عملت ايش قد؟ 8 ونص. 850 وبمجال. موصل شيء حسن؟ موصل 7 ونص. 750 موصل. فحل خشن. بيش هاي المقفل؟ والله انباعت. اخير ان شاء الله. بيش انباعت؟ والله ما ادري. لا لا عمي من علي بطل. عيني امجد. بيش هاي صفتك؟ رايدها ب 600. 600 رايدها امجد. شوف ايش قد دفعوا لك بها؟ والله اعطوني 500. 500 دفعوا لك بها. خير ان شاء الله. والله جمة حلوة. والله انا كثير. يلا صار مصطفى. ايه مصطفى بيش ذني عيني؟ 400 وبيه المجال. 400 وبيه المجال. نتاية؟ نتاية اثنين هين. هذا سوق المعز. لا قبلنا رحمة الوالدي. انت واخونا حسن البرزنجي. شلون السيد؟ الله يسلمك. ابو عادل شلونك عيني؟ يا عيني يا هلا. هاي بعتوها للسيد؟ ان شاء الله بعناها للسيد. خير ان شاء الله. بيش هذا؟ 425. 425 ماخذ السيد. خير ان شاء الله. بارك الله فيك. موفق. اليوم تساهل تساهل. افلح من صلى على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. شو وراها هاي؟ اول الزين. اول هاي شو وراها؟ هذه بكر وراها بكر. بس خليني اشوف لك هاي الحاطه. يلا دخلنا ننهي من هاي. لا هاي دي بديج وطلع دي. ما يخالف دن هذه كابسه وراها هاي الحوليه الحلوه. الحوليه. ايه على كل عيب. زين بكر وراها بكر. ها بكر وراها بكر. بكر وراها جمه جمه جمه. صوره صوره وصوت. اي بنت وين راح اهل الزين؟ اي بعد جاي. افلح من صلى على محمد وعلى محمد. ربه حلو على كل الشروط. نعم بكر وراها بكر. بكر وراها بكر. يلا اي شوف الشروط الزين. بكر فاربه. بكر وراها بكر عيني. بكر وراها؟ وين راحوا اهل الزين؟ موجودين؟ وين رايحين؟ كلهم موجودين. عيني عيني. احكي لنا عليها.
البكر وراها بكر. اي صار اسبوع 10 ايام هالحلقه زين زين زين. اي عندنا عليها ب 4.5 4 زين 4.5 بها مجال. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. على اولاد على اولاد اليوم باشر هاتون. نعم هسه هسه ابو احمد هاجس بعد تاكل يومين ثلاث ايام. هي بعد على اولاد ان شاء الله. بس اذا صعدت بالسياره تولد تروح على السياره تولد. ليش هاي حاله فيك؟ حق العام 74 ما شايله فرح. ام الخمسه ما شايله فرح. ترى من ام الخمسه ما شايله اسمها ما شاء الله. 4700 عملتها. ام الخمسه فيها مجال مو سعر نهائي. ام الخمس ملايين. هاي ذني سولف ابو احمد. هاي لا جديد. اي دير بالك دير بالك. باكر على ثاني بطل ما جديد. الان نظيف على كل ذني والدات؟ اي وين بناتهن وينها؟ ايش بنات؟ هسه نصور بناتهن. اي بيش الوحده؟ عليها 4.5 وحده. 4.5 عملتها. الان مفهوم وكل عين. زين. اي بها عيب خير ان شاء الله. هاي بنته وذيك الثانية زين ولا جديد. نعم والشرايب خير ودل موفقين. عين ابو احمد وين راحوا اهل الدهن؟ والله عمي دهن حط دهن دهن براسه دهن. يعني هاي بهالشتاء على وجه الشتاء اذا يقوم ياكل دهن ودبس. دهن ودبس مغموسي يا ولد. حياك عن زلقوسي دوسي بردانة دوسي. هاي 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 بدون حول احلب. ما شاء الله اقعد وتربع واحلب. لا تحلب بالقاع لا تحلب ابو عبيد. بركات بركات. ما فيها كل عيب. ان شاء الله. احنا نريدها على كل عيب. على كل عيب. اي. ويانا متابعينا من المقتادية شلون القناة تقولي؟ لا يا استاذ ماجد احنا متابعين قناتك ان شاء الله. على راسي شرفني والله ماجد عيني. شهر التاسع يعني هسه هي شهرها. هاي عملتها 3.5 وبيها مجال. وصلت شيء؟ خير ان شاء الله توصل ان شاء الله. يلا موفقين. تنطيها على كل عيب؟ نعم ينطيها على كل عيب وعلى شروط الجنيه. دابه وسطانيه هاي منيحه مال بيت. هذه مالت حيدر ماي بكر. بكر حق هاي بكر هاو ما اول مره راح تبزر ان شاء الله. شكل خير من الله حلوه خشنه كل المواصفات الحلوه بيها. اي هسه ابو هسه ابو محمد هسه ان شاء الله. هذه البطنه تلقيح تلقيح بزره يقول. شقد عملتها؟ سووا عليها بخمسة ونص طيبين بيها مجال. اكيد 5.5 وبيها مجال. هات مال حيدوري. هاي حيدوري انت من يوم مكان؟ انا من بغداد. على راسي. قلت عندي قصيدة. اي يا الله. وحق رب الذي للكون ملاك. قلبي لا تظن فد يوم. ملك. ملاك. ضعيف الحال بس الثوب. املك وبيع الثوب من تنشد علي. الله ابيع الثوب من تنشد علي. هلا وميت هلا حجي. ابو ذية. الله مو معدل. وهم شرطي. شلون مو معدل؟ وهم شرطي. وهم شرطي. احنا ادعوا لاخوتنا فلسطين بالنصر ان شاء الله. ان شاء الله. ادعوا لهم والله خطيه تبهدل. عرموطة أصيلة فرنسية. أصيلة فرنسية هذا الجنان. دير بالك دير بالك دير بالك. شنو وضعها شهر؟ شهر ثلاث شهر. ما شاء الله. بشير حب مو؟ حر. هذا بشهر عيني. شقد العملة؟ هذا بشهر. شقد تعامل أبو؟ عامل أربعة. أربعة عملة وبيها مجال. طلب شهر فرنسي الاجان
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله نظيف حلو. فريزيه ورا هاي البكر الحلوه. ام ماجد هذه بكرها ما حد مالكها. خير من الله. هذا درجه اولى خال ماجد. نعم. هذا فريزي مالنا القديم. البكر بنتها بعد افضل من امها. هواي هواي. ها؟ هواي. امها وين هي؟ وين تقدر تشتريها؟ مصطفى عيني. اي نعم. هم ماخذ الفحل هي؟ صار لها شهر ونص. شهر ونص، يعني بيها وراها. زين. يعتبر عديل على الحلبة هذا. ايش قد تعامل مصطفى؟ مصطفى ايش قد تعامل؟ عيوني عامل عليها بستة. اثنين هن؟ اي اثنين هن عملتهم بستة. اي قصدي قصدي هذا بروح. هلا راسي. البرح البرح صاحب هذا. هلا ابو شوي. هلا. هلا ابو شوي. السلام عليكم. هذا ابو سبحان الذيب. سبحان. بقرة الجبة. يقول عليها عشار شهرين بس ما ينطع العشار. ايش قد عملتها عمري؟ اربع قلبي. عملتها اربعة. ما لا تكون سهيل. عيون عم ماجد. الله يرزقك عيني. اطفالها من روس اطفالها يابا. طبت القرد. طبال 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 الباشات. حلي. كم بطن والده هاي؟ هذه ما والده ولا بطن، بكر حوليها بزر. بزر بزر. قد عليها هسه؟ حلي ما كارزه بعدها. ما بعدها ما اخذ الفحل. حوليها بعدها طفله هاي. زين. بعدها طفله. اي. عملتها الطفله. عامل عليها بثلاثه. ثلاثه عمله وبيها مجال. بس هذا المال هذا مال طبعا هذا براون العراقي مالنا هذا. اي. هذا ترسرس. صار عنده هذا الرس. خير ان شاء الله. شوفه شوفه حلوه ورده. احكي لك وجهها ما طالبه مال الكليه. شلون؟ وجهها لا طالبه مال الكليه باها. هاي خذ طالبه من رسالة طالبه. تضربها للجمال يعني. اي بالجمال هي لا بالجمال. اي. الامثال تضرب ولا تقاس. لا 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 ما تقاس. اي نعم. متعة الكلية والمتعة الطلاب الكلية يا بيه. ووراها شنو؟ وراها ذكر. وراها فحل، هذا الفحل ابنها. وبيها وراها تنطيع على الفحص يعني؟ لا لا، صرفها على يدي. صرفها على يدي. وبعتها لها للزلمة. دير بالك، دير بالك. أنت جيتها من الصفحة المو صحيحة، منك لازم تجيها. المهم. شو بيش أخذتها؟ والله. صارت 8 ونص. 8 ونص شنو؟ 2850 مع بالك من ملايين ونص 2850 اي باص هاي باص هاي شوف جاها من الصفحه الصحيحه عيني عمري اي حبيبي موفقين والله والديك اخونا صباح واخونا سيد هادي النعيمي ابو حسن حياك الله ونشرف بهم جميعا الشرف مالك زود الله يسلمك حياك الله الخوه شو يقول عليها؟ ايه يقول اخوتك من تطب ميدان رفعت راس والله ونعم بتاع الخوه ايه اكو اثنين عوارف ايه واحد صارت خطوه بيناتهم بين شبابه فما راد يكدر صاحبه شال من العرب زين ورا ما شال شافه ورا 41 سنه هيك 41 سنه اي والله صار اللقاء صار اللقاء فمن شافه هو ما قعد فصل ولا قعد بطلبه أبد نهائيا ما بعد قعد. ما شال اي اي ايش قال له قال له جدم عقبك يا بعد الروح من شال جدم عقبك يا بعد الروح اي رجل يعني اي قال له جدم عقبك يا بعد الروح من شال ما هم من السلف لولاك من شال ما هم من السلف لولاك من شال اذا ميت وريد ان شال من شال بس كونك تجي وتوقف علي الله بس كونك تجي اي والله والله بس كونك تجي وتوقف علي انا استاذ ماجد يا حياتنا استاذ ماجد اخونا عزيز انت والله يبارك بيكم يرحم والدي يد عيني صباح الخير صباح النور عيني شلونك؟ الحمد لله شو جايب لنا اليوم؟ والله هاي الدابه عليها ست اشهر وجو هاي الدابه عليها ست اشهر عشار وراها حولي راح نشوفها يعني هذه بيها ووراها هذا يعني عجلها ما شاء الله بزره. عبيد عيني انت تدري مشاريع التربيه الحيوانيه هواي. نعم. بس واحد من المشاريع اللي يفضلها هواي ناس هي الهايشه او البقره اللي بيها ووراها. يعني عشار عليها وكذلك مطفل.
وراها نفية أو فحل، السبب ليش يفضلون هالناس؟ والله رأيي يعني أول شيء هي إحشار بها قريب، مثلا نقول 5 شهور 6 شهور. نعم. وبنها وياها خليها تخليها بكت شهور 4 شهور كمل إحطاط تنباع هي بسعرها ويزود بنها إن شاء الله. اثنين هن؟ اثنين هن خير هن هواي إن شاء الله، يصعد سعرها إن شاء الله خير. اثنين هن في؟ اثنين في اثنين. في صعود؟ أي في صعود. نعم. كل التوفيق. الله يرضى عليك استاذ الله. يعني ان شاء الله اللي يشتري اثنين هو رايح بثلاثه ان شاء الله. ان شاء الله مو لذلك تنباع واحده وتسد فلوسها ويبقى بها ان شاء الله. ممنون لك عيني استاذ، كل التوفيق ان شاء الله. حياك الله استاذ. عيني عيني. احكي لي على هاي الوراك البراون. هذه براون عراقي زين درجه اولى ما شاء الله رقم واحد، يعني اولاد هنا عندنا. اي عراقيه شيله بحالك بكره. ها بكر بعد. اي بكر زين. هسه وضعها شنو؟ عشار مطفل 3 اشهر. ها 3 اشهر عشار. أي. زين. وسعرها نقدر نقول سعرها 3.5. انت تعامل؟ اي خير ان شاء الله. 3.5 عملتها. يلا موفقين ان شاء الله. ابو عبد عيني على راسي قوم بيك وضباط المرور والناس. ضباط مرور يا مديرية. هاي مالتي على على راسي. ايه. تحياتنا ضباط ومنتسبي مديرية المرور. ايه. وكذلك كل قطاع المرور عموما تابعونك على طول لانه متعب يعني شغلتهم متعبة. ايه هم متابعينك همين شو نقول عليك بالصيف وبالشتاء. هلا 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 عمري. هلا هلا ابن العم الذهب. عيوني شوفكم. بعتوا اشتريتوا؟ اي والله اشتريت. موفقين الله يوفقك ان شاء الله. جني بيع شره. جني والله. شلون صارت؟ والله صارت الا ربع. شنو الا ربع؟ ايش نفتهم الا ربع؟ هذا الا ربع. ثلاثة الا ربع. خير ان شاء الله. الا ربع وقبل. قول المبلغ انا مشتري بكم ملايين. ثلاثة يعني 2,750,000. 2,750,000. شرط الجني. وراها شنو؟ وراها ذكر. ما شاء الله. يلا. كم واحد هم يعني بيسمع. وش اسمه؟ حسين عيني صباح الخير. شلونك؟ جايب اليوم؟ هاي مطفل. مطفل هاي شو وراها؟ انا بدن هاي. شو وراها؟ حوليه. حوليه. حوليتها حلوه. بس هي شويه ضعيفه وصغيره. ضعيفه وصغيره. جوعانه. جوعانه. فلوسها ايش قد؟ نعامل 200 وبيها مجال. 200 وبيها مجال. ايش قد المصرف؟ انا بدن. مليون و600. مليون و600 بس. مليون و600 وما بايع. مليون و600 وما بايع. جبه مال تخونا ابو طارق. سلمك عيونه ابو احمد غالي. شلونك ابو طارق؟ عيونه ابو احمد غالي. شلونك؟ يعني ما ماخذ الفحل؟ لا لا ما. ايش قد عملتها؟ والله العامل ب 1,200,000. مليون و200,000 العمله. ايش قد موصله؟ 900 هيك؟ 9 وجوه. شنو 9 وجوه؟ بس هاي الراد تضرب جيت. يلا تستعدل. لا جيت لا علف. يلا سين. لا لا اول مره خلي تضرب جيت. ايه. حتى شكو عندها. اي صح. هذا شفتك فراتي خير من الله. وراح نسال شيخ حمد عن مواصفات الجاموس الفراتي. شنو اختلافه عن الجاموس الجنوبي؟ الجنوبي يصير رفيع الجلد ارتفاع من جوا. القوائم مالته يعني الرجلين مالته. ايه مو غليظات مثل هسه هذا اذا تلاحظونه القوائم مالته غليظه متان يعني. صحيح. اي ايه. بعد يصير عيونه بيض. اه زين. اي هسه هذا يستخدمونه للفحوليه. ايه للفحوليه. طبعا هذا يفضل ان يكون للفحوليه. مصل 3 ويسوى خوش حلال. هذا فراتي اصيل. اصيل اصيل فراتي اصيل. ايه اي نعم. ايش قد اعمار هندني؟ سنتين ما شاء الله. 3 هن قصه واحده تقريبا. حلوات. عملتهن 3 هن 6 7 الا 4 6 و750 3 هن ومصلات 3 هن قد 6 3 هن مصلات 6 وخير من الله بني 3.
هذا كله سوق الجاموس محافظة ديالى. شو هذا شفج ذاك همين هذا اني اكسابه مو اسمان ما شاء الله. ايش قد ثلاثه هن تعامل عليهن كج بيش عامل عليهم سبعه ونص جازيات السته بالمصات يعني اكثر من سته سته ما شاء الله. حلقون الشيف علينا مصر 300 وصل لحد الان هذا ما شاء الله الشيف خير من الله. ان شاء الله يا شيف الخير روح. والله تروح شيف 5 الا ربع. روح يا شيف وانا نشوف ما ادري يلا ابو علي ما صل انا ادري بشو ما صل. تعال احمد تعال تروح تعال بس مو بعد. شلونك استاذ ماجد؟ شلونك عمري؟ الله يسلمك. هلا بالذهب؟ عيوني مي. شلونك؟ مشتري بايع اليوم؟ لا والله مشتري. خير ان شاء الله. اي والله يلا شو شوفنا يا المشتري بركه ما شاء الله. اي والله شوف يلا اي بيش صار هذا 2600 اسال المغامر حسين الصياد. حسين الصياد انت تتابع القناه مو ان شاء الله اول باولها على راسي. شنو رايك بالقناه؟ والله محتوى فاهم. انت ايضا يوتيوبر مو؟ نعم على راسي مثل مقامرات شغلات خير ان شاء الله. يعني ان شاء الله كل التوفيق. التوفيق ان شاء الله من الله على راسي. نتمنى ونطلب من متابعينا انه يدعمونك ان شاء الله. تؤمر على راسي الماجد. حبيبي ها بيش هذا هوش صلاح الدين 4.5 شهر عليها شهر ونص يعني شهر ونص من حظ المشتري خلينا نقول بيها وراها. شقد تعامل عليها هاي؟ 4.5 عملتها بس وراها عجل فاخر ما شاء الله درجة أولى. كل التوفيق إن شاء الله. هذا سوق البشير طالب عيني. هاي البشير شقد مصله؟ 7.5 عملتها 8 عملتها 8 مصر 750 هاي هاي البكير هذا كله سوق البكير. على راسي انت شلونك؟ حبيبي جايب اليوم؟ اي شلون تعامل عليهم ذني؟ 2600 زوج؟ 2600 زوج عامل فارس. اين سيدنا؟ اين ذني عملتهم ثلاثة. عملتهم زوج ثلاثة خير ان شاء الله. وين راح شو اسمه؟ جاك على فلوس؟ داية صار 6.5 2650 داية صار 2650 الزوج للتوضيح. نعم اي بارك فيك. يعني عملتهم ثلاثة وعملتين يعني نقول طوني بي 6.5 سيدنا بس اريد توضح للي تابعنا هناك ايه؟ يعني الجناي الجناي خليه يفهم بانه العمله تفرق عن السعر الحقيقي رحم الله. اي نعم اي وضح. العمله 3 ملايين وجاي ينطون 2650 اها يعني مو لا انت مو تقول 3 ملايين يعني معناته هناك لا 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 الجناي هاي عمله هاي عمله الجناي مال عمله. شيخ عين شلونك؟ سلمك عين الاستاذ ما ادري انت مدوخك السوق انت مدوخ السوق ما ادري احنا دوخنا السوق وهسه دوخنا ها دوخنا والفال ايه وهسه دوخنا زين يلا مبين عليك انت شويه ما ادري السوق مو لا عادي ها زين هسه هاي نحكي على هاي الطره 12 ما شاء الله سلام على ال 12 اي 2800 زوج تعامل على الزوج 2800 هذني يستخدم للتسمين زين ثقيل السوق الله كريم ان شاء الله يصير خفيف بدو جزر احنا ما نريد يغلى شوي ارخص حتى يصير مو حتى يصير حركه اقول لك حتى يصير حركه زينه ماكو اللحم غالي شو ارخص من عندك الله كريم أنا ابو علاوي شلونك؟ عيوني خالي الله يسلمك. بيش هاي البكر؟ هذه اريدها 1.5
مليون ونص تريد انت؟ ايه. شو وصلت؟ وصلت 300 إلا 25. مليون و300 الا 25. مليون و300 الا 25. مليون و275 مواصله شيرات بيها 2 ب2. نعم، يعني اقصد اسنان لبنيه بيها. هذا كله سوق البكير، خذينها مطفل 1,725,000 جرها. واحد ونص البقعة هاي بسود 1,500,000 انباعت. انباعت خير ان شاء الله. شيل هاي سمينة انباعت 1,500,000. خوش بكير سمينة. سوق عيني سوق. وعملت هاي البكر 1,700,000 وصلت شي 400 مليون و400 مصلة. خوش بكر سمينة. هاي البكر عملتها 1,000,000 وصلت 1,700,000. هذني ثلاثة ثلاثة باكير صابة يعامل عليهن باربعة. هذا سوق العجل. هذا كله عجل الاكصابه. ها؟ احنا وينهم؟ حجي شلونك؟ على راسي عمري الله يحفظك. هذا واحد. اي امالاتك تسوي فيه؟ هذا واحد. اي هذا الاخ اللي بصفه؟ خوش عجول. ما تعرف عملتهن؟ لا والله. اشتروهن اذا هذا الحلال ماخذينه لمدينة الصدر البغداد مدينة الصدر. اصابت بيت طابور. ها؟ اصابت اولاد الحاج حسن طابور. على راسي. سالم راسك عمي. شلون صار هذا اسعار الحلال؟ صور هذا الاحمر. يا الله. ما شاء الله. خير من الله. وهذا عمي مات. اي. طبعا معظم المسوكشيه من بغداد وخصوصا مدينه الصدر الشعله غيرها يجون يسوقون منها من بغداد. الصدر شغال الفلاح. خير ان شاء الله. الله يوديك عمو ماجد. اي هسه هاي بيش هذا؟ والله هذا صار ب5,200. ما شاء الله. ايش قد تقدر كلحم؟ كلحم؟ قصاب اي صافي. اقول 430 440. نعم. الدباح اكبر من المخشب. من هاي ماخذين الحلال؟ هاي القصابات ومشويات خزعل الباوي. خير ان شاء الله. نمبر 1 واحد دياله. نمبر 1 اي والله والعنده يزعمض ويقول بات. قلب هن قلب هن. خير من الله. هذني 6 عجول. اي. هذني القصابات ومشويات خزعل الباوي. اي. واضح. اي شوف ما شاء الله. كل درجه. رقم 1 فول لحم. قلب خلب احمد. اي. الزوج ب 7 ملايين. زوج بسبعة. ايه. ما شاء الله. وانا هم يعني مرات يعني يسألونك. ايه. الحقة بيش يكسر بدياله. ايه. الحقة عندنا تكسر ب50. حقة ب50. ايه. وانت مرات يسألوك يخافوك. نعم نعم نعم. شلونك عمو؟ هلا عمو. شو صحتك؟ شو اسمك انت؟ جاسم. هلا بجاسم. لا زلنا بسوق الاكصابة، سوق العجل الاكصابة. وعمي
عين ابو علي. اي عين. شلونك؟ من يوم كان انت؟ من بلد روس. على راسي. ايش قد موصل هذا العجل مالك؟ موصل 6.5 منطين، 1.650 منطين. مليون و650 وما منطين. ايه. عمري موفق ان شاء الله. نبدا نص رباط. اي اي الله يستاهل. عمري صيروا هنا. صوروا بدينا ونشوف. صورتهم. ليش ذني العجول؟ أربعة وش قد؟ أربعة وأربعمية ذني وسطانيات. نص رباط مو؟ نص رباط. وش قد مصلات؟ 3600. 3600 مصلات. انت العالم بيك عالمية هي صايرة. ان شاء الله بيها على راسي. يشعركم بالخير. عيني. حسين عيني. جايب اليوم. استاذ ماجد. جايب هذا العجل. اي. العجل درجة ولا استاذ ماجد؟ درجة ولا بس سطرك. ايه. ها بعد. سرحي استاذ ماجد. ها سرحي. ايه بعد ما ماكل. يراد الارباط. ايه نعم. هذا بيش. هذا باثنين واربعمية استاذ ماجد. عملة. ايه. يعني بيه مجال. بيه مجال. هلا هلا حسين عيني. خير ان شاء الله. 200 موصل. نعم. يا الله. رزاق شلونك؟ الله يسلمك. شلون صحتك؟ والله نعمة. ديرة شلونها؟ والله بخير. سوق شلون اليوم؟ اليوم راكد. ها؟ راكد. راكد. اي والله. غالي بس راكد. اي والله. جايبنا اليوم. هذني ثلاثة. اشتريناهم منا. هذني هذا أول واحد؟ لا لا لا. ها. آه. واحد اثنين ثلاثة. زين. بيش أخذتهن؟ شو 750؟ العجل 2 الا ربع ما اخذتين. نعم. صباح الخير. صباح النور. شلونك؟ الحمد لله. اخيل التميمي خلينا نشوف ايش جايب لنا. هذا العجل مال رباط. عجل مال رباط هذا زين مال تسمين يعني يستخدمونه للتسمين. 2.5 هذا. 2.5 تعامل عليه. ايه. كعمله. في مجال. موصل 250. هذا عجل رباط بس خشن. ايش قد موصل؟ 2.150. عقيل يقول 2.150 موصل. العهدة على القائد. عجل خشن. نعم. زوج بثلاثة و 350. هذا يستخدم للتسمين. للتسمين. زين. زوج ثلاثة و 350. عملة. بيها مجال. لا فلوس. فلوسهن. ايه. 3 و 350 فلوسهن يابا. ويريد نفع عليهن. لو انت مشتريهن انت تربط. انا مشتريهن. ها انت تركب. على باب الله. ها على باب الله. يعني ينطونك نفع تبيع. ينطوني نفع تبيع. نعم خير ان شاء الله. هني مالات اخونا احمد الدليمي. يشتغل بالعجول التسمين على باب الله. عيني كل التوفيق ان شاء الله. بارك فيك عيني استاذ. الله يدير بالك. شنو مشتراتهن؟ 5 ملايين. ثلاثتهن. مشتراتهن 5. 500 نفع عليهن 100 وما منطيهن. هلا. السلام عليكم. السلام. شلونكم عيني؟ الحمد لله. خواننا العزه شلونهم؟ والله بخير. الله يجعلكم بخير. اي شيلي على ذن العجول. ذن 5 عملتهن 3600. 3600 زوجهن. جاي وصلنا 3300 جاي وصلنا. حلو حلو حلو. موفقين اجمعين. عمري احكي لي على هذه. زوج بثلاثة وربع. هلا عيوني. ثلاثة وربع الزوج مالتهم ذني. ربطة كاملة ما شاء الله. هذا كله عجل سرحي. طوش قصة حلوة. عمري عمر ابو علي الذهب. شلونك انت؟ صحتك؟ والله اذا انت صحتك زينه انا صحتي زينه. صحه وعافيه ان شاء الله ابو علي. لان انت اخونا عند العافيه. بس هو حاط الباكوره هيجي وهاي معود السكر قوي للزمان. يا لينو يا لينو. اي والله كله قوي. صحه وعافيه ابو علي. ايش قد مواليدك انت؟ انا صغير. 1962. 1962 وصحه وعافيه ان شاء الله. 61 سنه. صحه وعافيه. اشتغلنا بهاي الشغله. وهذا انا حاج عمان هناك خالنا الشمري. خير ان شاء الله. شمري يا وين احب يا شمري وبنوت سيفك حله. عزاوي. انا عزاوي. عزاوي وشمري واخوان. اخواني والله. وهاي الصوره وتدللون. ايش قد مصلات احكي لي؟ والله مصلات 400. شنو 400؟ 2.400. 2.400 زوجنا مصلات. اي استاذ. خير ان شاء الله. هذا العجل الناعم. ناعم. استاذ ماجد. طيب. الف هلا استاذ ماجد. حفظك. سؤال اليوم. سؤال اليوم. استاذ ماجد الشهيد
كم الله سبحان الله عز وجل مكرمه نساء يوم خلينا نقول بالجنه يعني كم امراه مكرمه زين. سؤال الاخ اي من اول من قال بسم الله؟ اول من نبي قال نعم. بسم الله نطق بسم الله نعم ممنون ممنون سيد ماجد. السلام عليكم ورحمه الله عيني سيد ماجد عيني. تحياتنا لكم متابعيك الكرام عزك شلونك عيني سيد ماجد مبارك زين ان شاء الله. شنو سؤال معلومه؟ والله سؤال ان شاء الله يا الله. لماذا ابكى سيدنا موسى عليه السلام عند اسراء نبينا محمد عليه الصلاه والسلام الى السماء؟ شلون سؤال؟ لماذا ابكى سيدنا ها ابكى سيدنا موسى عليه السلام عند إسراء محمد عليه الصلاة والسلام إلى السماء الساعة؟ نعم. ما هو سبب بكاء موسى عليه السلام؟ إيه نعم. في فترة في الإسراء والمعراج. ممنون لك. تحياتنا تحياتنا لك. در عيني. عيني أبو أحمد. أكو شعر بس هو على شكل لغز قديما. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله عيني. إيه أكو أشكال يعني قبل البدو. يعني من يسولف سالفه يسولفها مثل الشعر والجواب مالتها اللي يرجع لها مثل الشعر نعم يعني ايه؟ وهي يعني سوالف عاديه زين. يعني انا مرات يعني نوباني شايف حتى قبل مسلسلات بدويه ايه؟ قال لها شو اسمك؟ قالت لبيت شعر قالها هلا بثريا وصفت البيت الشعر بثريا نعم رد هو قالت حتى شو اسمك؟ هم قال لها مد بيت شعر فقول فد بيت حين الغاز ايه؟ على صيغة بيت شعر ايه؟ يقول شنه اللي بالثلاث عشرات بشر شنه اللي بالثلاث عشرات بشر ايه؟ وشنه مفتن المخلوق بالشر شنه المفتن المخلوق بالشر وشنه المات يبس الشمس بالشر وشنه المات يبس الشمس بالشر وشنه الما ينام اللبتكية وشنه الما ينام اللبتكية اي فجاوب يعني الحلول مالتها هم من الحلول هم بشعر اي ايه؟ قال القمر بالثلاث عشرات بشر بالله أيه؟ اسمح لي من رخصتك اي قال القمر بالثلاث عشرات بشر زين. القمر له ثلاث اسماء نعم اول عشرة هلال والثاني بدر والثالث محاق كل عشرة ايام زين. قال القمر القمر بالثلاث عشرات بشر أيه؟ قال له الشيطان مفتن المخلوق بالشر من اللي يفتن المخلوق بالشر الشيطان, الشيطان. قال لو الدهن ما تيبس الشمس بالشر الدهن ما ليس المفتن المخلوق بالشر اي والدهن ما تيبس الشمس بالشر بالشر والفيل اللي ما ينام الا بتكيه الفيل اللي ما ينام الا بتكيه اهم شعر ممنون لك على كل الهلا عينك مشاهدينا الاحبة وصلنا الى نهاية المقطع لهذا اليوم الثاني عشر من شهر اكتوبر تشرين الاول 2023 ومثل ما قلنا لكم بالبدايه ايام العمل في سوق مواشي محافظه دياله هي الاثنين والخميس ويبدا العمل من الفجر قبل الظهر ينتهي سوق محافظه دياله تحياتي لجميع اللي تابعنا لا تنسون ضغط اللايك لان اهم شيء حتى يصعد المقطع وكذلك الاشتراك بالقناه لكم حتى يوصلكم كل جديد. جميع الراس